يا ايه القنابل دي يا تيتا؟ يو يا يوسف، دي حاجات كتيرة قوي، ومغامراتي مع عصابة الفيونكة الحمراء، هحكي لكم عليها بعدين. بعدين حطها عشان احكي لكم حكاية. ايه الفيونكة الحمراء يا تيتا؟ لا احكي لكم بعدين. يلا تعالى يوسف، انت لازم عليهم بسكوت، عشان ايه؟ لازم انتوا طالما عندي تيتا بسكوتة. شكرا يا تيتا. لازم تاخدوا بسكوت قبل ما احكي لكم الحكاية. يا ايه دي؟ ولد، بعدين ده البرفان بتاعي. احكي لكم الحكايه، حصلت في وقت الحرب العالميه الثانيه. عارفين الحرب العالميه الثانيه؟ كانت حرب كتيره وبلاد كتيره بتحارب بعض، وفي الوقت ده كان في بلاد تعبانه خالص، عندها مشاكل جامده قوي. فجت مركب كبيره بعتها الصليب الاحمر، مليانه بقى لبن وهدوم واكل وحاجات كتير. وبسكوت طبعا، ده اهم حاجه في الموضوع. والمركب دي كانت ماشيه في البحر الابيض المتوسط رايحه اليونان. وهي رايحه اليونان جت لها اخبار او كده، كلموها بالتليفون، عارفين المراكب لاسلكي كده، لما تروحيش اليونان، المانيا احتلت اليونان، مش هينفع تروحي، روحي على اقرب مينا. وكانت اقرب مينا في الوقت ده مينا الاسكندريه، دي في اني بلد؟ مصر. الله، بس في السكه وانت ماشيه ارمي كل الحموله بتاعتك، كل الهدوم وكل الاكل وكل اللبس والبسكوت. ليه؟ هو قانون المراكب كده، انها المركب رايحه من البلد بتاعتها كانت جامعه تبرعات ورايحه اليونان، طالما مش هتروح اليونان ترمي البضاعه بتاعتها كلها في البحر. فواحد بحار قال للقبطان، قال له بص، ينفع نخلي الحاجات دي؟ احنا مش رايحين اسكندريه. قال له اه. قال له في ملجا غلبان قوي هناك في مصر، ممكن نديهم الحاجات دي. راحوا استاذنوا القياده بتاعتهم، قالت لهم ماشي. راحت القياده بتاعتهم كلمت السفير في مصر، قالت لهم في هدايا جايه للسفاره اللي في مصر، وصلوا انتوا. راح مكلم ملجا اسمه ليليان تراشر، عارفين الملجا ده فين؟ في اسيوط. في اسيوط، برافو عليك يا يوسف. راحوا مكلمين الست، كان اسمها ليليان تراشر الست، وكانت لسه عايشه. مش هتصدقوا اللي كان بيحصل في الوقت ده. الملجا في الوقت ده، عشان كانت وقت حرب، ما كانش عندهم فلوس، وكانوا حالتهم وحشه قوي قوي قوي، وما كانش عندهم بسكوت. ولا عندهم هدوم ولا عندهم اكل. فبيكلموها، اتاري كان بالليل اليوم اللي قبله، قعدة ليليان تراشر دي. ولما الولاد بتاع الملجأ، عارفين كان عندها كام ولد وبنت؟ كان عندها 900. راحت لمتهم، عملت ايه؟ تصوروا، قعدت تقول لهم تعالوا نصلي، احنا لازم نتاكد ان ربنا لما بنصلي بيستجيب صلاتنا. وهي بتصلي كده بتقول يعني ربنا هيجيب منين اكل لكل الولاد دول؟ عارفين يعني ايه 900؟ انت ماما ما تنزل تجيب اكل لينا في البيت، نبقى 3-4، بتجيب شنطه قد كده اكل عشان ناكل شويه، يبقى اكل كتير. 900 ده كتير، او رقم كبير جدا جدا. فراحت ايه ليليان تراشر اول ما قالوا لها تعالي في حاجات جايه لكم، شافت لستة الحاجات، قالت لهم كفايه مش قادره اصدق كتر الحاجات بقى ايه. 7000 فستان و1200 بنطلون ومش عارف كام برميل مليان لبن بودره عشان الولاد يشربوا لبن، واكل كتير وحاجات. قالت يا رب، انا كنت بقول لك يا رب ساعدني، بس انت كريم قوي، بعت لنا خير كتير قوي، وربنا استجاب الصلاه، جاب لهم مركب من اخر الدنيا. واو، مين يقول لي حاجه حصلت معاه كده؟ قعد يصلي كده، يا رب نفسي جيب لي الحاجه دي. كان نفسي في العربيه اللي بتتشقلب وبتنور. مش عارف تجيبها. تمر. بابا ما قال لي مش هينفع ومش عارف ايه، ما لقيناهاش في المحلات. رحنا مؤتمر، لما كسبنا انا وفرقتي خدناها. ادولك العربيه اللي كان نفسك فيها. واو، جميله قوي. ها يوسف، انت عندك حاجه كمان؟ كنت بجمع عملات، وكان نفسي في عمله بس ما كنتش عارف اجيبها، فجالي فلوس وقدرت اجيبها. انتوا عارفين ان احنا كل ما يبقى عندنا حاجه كده رغمض عينيا كده، اقول يا رب بابا جايز مش قادر يجيبها، لكن انت تعرف تجيبها لي. وتعرفين ربنا ممكن يجيب لنا الحاجات اللي احنا عاوزينها. عشان ربنا جميل قوي، ساعات بيتاخر شويه بس دايما بيجيب لنا. ايه رايكم بقى؟ انا عاوزه نعمل حاجه دلوقتي، كل واحد فينا يقعد يفكر كده حاجه نفسه يطلبها من ربنا، وانتوا اصحابي كمان يتفرجوا علينا، كل واحد يطلب كده، فكر في حاجه في دماغه كده، قول يا رب نفسي في ايه منك، انت غني وجميل، اقدر اطلب منك ايه؟ واطلب من ربنا، واعرف ان ربنا بيسمع صلاتك.